السلام عليكم المشاهدين، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى وكم كاملين تكونوا بصحة جيدة يا ربي. اليوم غادي نهضروا على وليداتنا، كيفاش نعطيو لوليداتنا الثقة في النفس، كيفاش نثقوا في وليداتنا، وكيفاش نربي وليداتنا. حنا عارفين الولاد المراهقين بصفة عامة ملي كيوصلوا لذاك سن المراهقة، اولا ما كيبقاوش يسمعوا الوالدين وكيوليو راسهم كما تنقولوا قاصحين، كتولي تهضري معاهم وهما كيغوتوا، كتبدري تتنصحي فيهم وهما كيقول لك حنا اللي غادي ننصحوك. ولكن بعض الاغلاط اللي كيوقعوا فيهم الوالدين كيبداو في هذيك اللحظه ديال المراهقه في السن الحرج، كيبغيو الوالدين حتى هما يضغطوا على ولادهم باش يثبتوا زعما باننا حنا اللي غادي نتحكموا فيكم ماشي تحكموا فينا انت نتوما. وهذا هو فين كيوقع واحد التصادم، واحد الوالدين كيبغيو يضغطوا على الابن، والابن حتى هو كيكون ديك الساعه بدا يحس براسو وكيبغي حتى هو يوري زعما انايا راه عندي كلمه وتا انا خاصني نقرر هادي وخاصني ندير هادي. هنا فين كيوقعوا واحد التصادمات. وزائد هادشي كامل الوليدات ديالنا في الدراسه ملي تيكبروا وكيبغيو حتى هما يقروا ويقولوا حنا غادي نتبعوا هاد القرايه هادي ولا غادي نتبعوا هاد النتيجه هادي. حنا عارفين الوليدات ملي كيكونوا يقراو كيوصلوا لهذيك المرحله ديال الباك، ملي كيطلعوا عندهم ديك الساعه الاختيار اشنو من حاجه غيتبعوا، كاين كل واحد والقرايه ديالو والحساب ديالو. ولكن الوالدين كيبغيو حتى هما كيبغيو زعما يفرضوا الراي ديالهم على وليداتهم وكيقولوا لهم اش غتتبعوا واشنو خاصكم تتبعوا. هنا فين كيوقعوا تصادمات. كاينين بعض الوالدين اللي كيقولوا الدراري مازالين صغار. حنا عارفين الوليدات واخا كيكبروا تيكبروا الوالدين دائما كيبقاو يبانوا لهم ولادهم صغار، كيقولوا حنا اللي خاصنا نفرضوا وحنا اللي خاصنا نقروا وحنا اللي عارفين مصلحه هذاك الابن. هذاك الابن تيكون حتى هو عنده واحد التفكير اخر وعنده واحد الشغل اخر وكيقول بانني انا قادر ندير هذه وقادر ندير هذه. وهنا فين تيوقعوا حتى تصادمات بين الوالدين وبالابناء ديالهم، حتى واحد ما كيكون فاهم بعضياته، قليل شيء نادر فين غتصيبي الاولاد في هذاك السن ماشيين مع الوالدين ديالهم في نفس الخطه. اما الاغلبيه راه ما كيكونوش في نفس الخطه، دائما كاين العكس، دائما انا باغي هادي الوالدين ما كيكونوش باغين هادي، مستحيل يكون داكشي زعما في طريق وحده. ولكن هذه هي الحياه، دائما الاختلافات بحال هكا، غير الوالدين خاصهم يكونوا شويه ديال الصبر مع دوك الوليدات حتى هما راه في واحد المرحله اللي راهم ماشي كما تنقولوا ما محسودينش عليها، واحد المرحله اللي كيكونوا بداو كيحسوا براسهم، بداو يحسوا بنفسهم، لا بنات لا ولاد. انا النصيحه اللي كنعطي للوالدين هما ما يضغطوش على ولادهم، ما كيبغيوش زعما انهم حنا خاصنا حنا نكونوا حاكمين وحنا اللي خاصها تكون الكلمه كلمتنا. هذا الغلط هذا هو اللي كيوقع ملي كنغلطوا وكنضغطوا على الوليدات وكنبغيو الكلمه ديالنا هي اللي تمشي، لا بالنسبه للدراسه لا بالنسبه لهادي وهادي وهادي، في كل شيء ماكلتك لبسك كيفاش تتصرف شكون صحابك شكون هادي. هنا فين كيجيو التصادمات، كان حنا كوالدين وعندنا خبره في الحياه خاصنا نتسايروا مع داك العقل ديال داك الابن كيف ما هو كيمشي مره كما تنقولوا مره هاك مره هاك بحال البحر، كل مره مره هايج مره هابط. دابا سن المراهقه بحال البحر، مره كيهيج داك الطفل مره كيبرد وغاديه، غادي تبقاي تسايري معاه تدوز ديك المرحله ديال سن المراهقه. قليل الوالدين اللي كيتفهموا هذا الوضع، والاغلبيه كيوقعوا تصادمات مع الابناء ديالهم. بالنسبه للقرايه كيكون الابن غادي مخطط واحد المخطط في الدراسه ديالو، كيجيو الابناء كيجيو عفوا الوالدين كيقولوا لا ما خاصكش تتبع هذه القرايه هذه، خاصك تتبع هذه. حنا كوالدين زعما كيبان لينا هنا مصلحته غادي تكون، ولكن العكس هو الصحيح. الابن كيقول لك لا انا هنا هو اللي غادي نعطي فيه. هنا فين كيجيو واحد التصادمات اللي هي صعيبه وصعيبه بزاف، كل واحد تيولي باغي يفرض الراي ديالو، وحتى حتى شي حاجه ما كتعرفيها انا هي اللي غادي تمشي في الحياه داك ديال الطفل، انه غيكمل واحد 5 سنين في الباك ديال القرايه ماشي سهله، باش حتى كوالدين غادي نجيو تختاروا وتقروا ليه اشنو غيقرا. بالنسبه لي هو كابن حتى هو يلاه جاي في الحياه ما عارفش اشنو غادي يدير، ما عارفش راسو واش غيمنع ولا ما يمنعش، حتى هو كيقول انايا هنا غادي نكون صحيح وهنا غادي نكون حسن. هنا فين تيوقعوا تصادمات والوالدين كيبقاو مشتتين والابن كذلك. كنتمناو دائما بالخاطر وبالتفاهم وبالحوار
هاد الشيء تقدروا تجنبوه بلا ما يوقعوا تصادمات ولا مشاكل، لا بالنسبه للوليدات لا بالنسبه حتى للوالدين. حنا عارفين الوالدين علاش هما اصلا خايفين على ولادهم غير على المستقبل ديالهم، وحنا عارفين ما الوالدين ما كيبغيوش شي واحد يكون احسن منهم غير ولادهم. داكشي علاش تكون عندك واحد الحرقه باش داك الطفل كيف ما ولدتيه زعما وتسايرتي معاه وكبرتيه ووصلتيه لواحد المرحله كتبغي تبقاي دائما متبعه الخطه ديالو، وانتي اللي كتقري وانتي اللي كتحطي ودير هنا ودير هنا. ولكن من ديال الطفل حتى هو كيبدا يحس براسو، او البنت بدات تحس براسها انها بدات تحكم حتى هي وتعطي الكلمه ديالها، هنا فين كيجيو التصادمات بين الوالدين وبالاطفال ديالهم. والله يحفظ، كاين بزاف اللي كنشوفهم دابا مساكن خارج الشارع ولا خارج الزنقه غير بسبب هذا عدم التفاهم بين الوليدات وبين الاباء ديالهم. كنتمنوا الوالدين دائما يعطيو الثقه في وليداتهم، وملي يكونوا هما طالعين الوالدين ينزلوا ويهبطوا من كما تنقولوا، ما يطلعوش في دقه واحده حيت هما داك المرحله ديال المراهقه ماشي بيديهم، هما كيبداو يتغيروا كذلك، ما حاسينش بداك الشيء اللي هو فيهم، ما كاينلاش حنا حتى حنا نزيدو نضغطوا عليهم. الغلط اللي كيوقع ان الوالدين كيقولوا غادي زعما يتمردوا علينا، غادي يوليو يحكموا فينا، غادي يوليو هما اللي مسيطرين في الدار، لانهم كيشوفوهم زعما تيولي الصراخ ديال الاطفال واللي زعما الكلمه اللي قالوها خاصها تمشي. هاد الشيء هذا ما كيرضيش الوالدين، فعلا ما كيرضيش الوالدين. كتقولي علاش زعما ولدي بدا كيطوال عليا، غادي يفرض راسو، غادي يولي هو اللي قرر، غادي يولي هو اللي يشوف حاجه زعما اللي صحيحه، وانا اللي ولدتو وانا اللي عارف مصلحته، كيقول لي غير اسكت. هنا فين كيجيو التصادمات. داكشي علاش الاغلبيه الناس كتمشي عند الاطباء النفسانيين باش يتدخلوا في هذا الموضوع هذا، ولكن قبل حنا ما نمشيو عند الطبيب النفساني نعالجوا روسنا بروسنا ونحسوا بداك الطفل راه ماشي كان هكاك، راه غير واحد الوقت ديال المراهقه، غادي يمر واحد 6 سنين ولا 5 سنين والدري غادي يتغير وغادي يرجع. ما نبقاوش دايرين معاه دائما هو يطلع حنا نهبطو دائما الحوار، نخرجوا معاه واحد الخرجات، دائما نهضروا معاه، ما نخليوش غالق على راسو حتى هو ما غيبقاش قادر يتفاهم مع والديه، كيولي يقلب في جهه اخرى على صحاب على ناس بعاد باش يهضر معاهم باش يفش قلبه. وهنا الله يستر فين كتوقع المشاكل الوليدات. الله يحفظ وليداتنا ووليداتكم، كيوليو قلبوا على واحد الجهه اللي تعطيهم اي حاجه واللي تنسيهم بدوك المشاكل اللي كيلقاو في الدار ديالهم. وداك الشيء علاش كثرت الادمان وكثرت الوليدات. انا بعدا كنتالم ملي كنشوف وليدات مراهقين مساكن وتيكميو الكارو، لا حول ولا قوه الا بالله. الله يحفظ وليداتنا ووليداتكم، ونتمنى الوالدين دائما يكونوا هما مالي العقل، اما وليداتنا راه هما كيكبروا وحنا خاصنا حنا نكبروا عقلنا معاهم. هذا الشيء هو اللي غادي نكتفي به في هذه الحلقه هذه، وبزاف ما يتقال على الوليدات. والى اللقاء حلقه اخرى ان شاء الله.